يعني هو كل واحد وإدارة برضه. الماتش مع التحكيم. لا قصة بقى التحكيم دي أنا هكلمك بصراحة. قول. هو أحيانا دي سياسة برتغالية شهيرة في العالم كله، اضغط على الحكم بشوية عصبية، حسسه إنك شايفه، حسسه إنك شايف وعارف، وبتدي له كارت إرهاب كده. إيه؟ وطره كده، بلاش، خليه يتوتر. بلاش إيه؟ بلاش تيجي ضدي، لا حتى لو مش هتيجي معايا بس بلاش تيجي ضدي، تمام؟ احيانا بتفلت سنه من كارلوس كيروش احيانا. بس بصراحه شديده الماتش اللي فات الراجل بكاري جسامه قد ايه شخص مستفز، وقد ايه شخص كان بيحاول يطلع الجميع عن شعوره. انا قلت وانا بتفرج على المباراه كويس انها جت في كروش، يعني كويس ان الطرد ده جه في كروش اهو من بره الدك. انا كنت خايف على اي لاعب في ارض الملعب، يعني الراجل مستفز قدامه كده. انا وانا شايف اصلا وهو صلاح راح يتخانق معاه، انا خايف على صلاح، اصل الراجل ده ممكن يعمل لقطه، كان ممكن يطلع كارت في وش صلاح يبقى الدنيا باظت في حياتنا كلها. فانا قلت كويس انها جت في كروش وهيعدل. بس الامور كلها شكلها حلو،